الوكالة الوطنية للتشغيل جديد مرافقة المستفيدين من منحة البطالة في الحصول على مناصب الشغل. لمزيد من التفاصيل أسعد بالترحيب بالسيد فيصل العربي مستشار المدير العام للوكالة الوطنية في التشغيل. مساء الخير سيد العربي، أهلا بك. مساء الخير سيدتي، شكرا على الاستضافة وتحية إلى جميع مشاهدي القناة الثالثة. شكرا على قبول الدعوة. أشكر أيضا السيدة فتيحة بختاوي رئيسة الفرع الولائي للتشغيل لولاية سيفازا، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. شكرا لكم كذلك. سيد العربي، أبدأ معك. إذا منحة البطالة اليوم الآلاف من الشباب يستفيدون منها عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، كيف هو الوضع؟ منحة البطالة هي تدخل في تعهدات السيد رئيس الجمهورية. قامت الوكالة قطاعنا قطاع العمل والتشغيل وضمان الاجتماع عبر الوكالة الوطنية للتشغيل بإعداد الإجراءات الخاصة بتسيير منحة البطالة، ابتداء من عملية التسجيل إلى غاية الاستفادة ومرافقة طالبي العمل. إلى إحصائياتنا إلى غاية الشهر الصارم تقول بحوالي 2,900,000 مستفيد من منحة البطالة. كما تعلمنا سيدتي أنها منحة البطالة موجهة إلى طالبي العمل المبتدئين الذين يلجؤون إلى سوق الشغل لأول مرة، مبتدئين بالتالي ما تكونش عندهم خبرة مهنية سابقة. أكيد أن فيه شروط للاستفادة من هذه المنحة، لكن الشيء الأهم هو أنه هذه المنحة جاءت لحفظ كرامة طالب العمل في مرحلة البحث عن العمل أولا، خاصة منهم الجامعيين والخريجين مراكز التكوين المهني. ثم شيء الأهم شيء ثاني وهو مرافقة طالبي العمل المستفيدين من منحة البطالة في تعزيز من إمكانياتهم حتى يتسنى لهم اللجوء إلى عالم الشغل، وذلك بالتكوين حتى ولو خاصة منهم للمستفيدين لأن ما عندهمش عديمين التأهيل وعديمين التكوين. وبالتالي في تطبيق المنشور الوزاري المشترك ما بين وزارة العمل والتكوين المهني، وزارة العمل ووزارة التكوين والتعليم المهنيين المؤرخ في 15 سبتمبر 2022، قمنا بالتنسيق مع مصالح التكوين المهني بإعداد عملية لتوجيه المستفيدين من منحه البطاله اللي ما عندهمش تاهيل، وقد خصصنا مع زملائنا في التكوين المهني حوالي 915 مركز تكوين على المستوى الوطني. العمليه استفاد منها حوالي كانت مقصود منها استفاده حوالي 300,000 مستفيد بدون تاهيل، ويستفيدون من تكوين قصير المدى ما بين المده تاعو تكون ما بين 3 إلى 6 شهور حتى تكون عنده تكوين تاهيلي اولي يسمح له باللجوء الى عالم الشغل، واضافه انه يسمح له ان يحسن من قابليه التشغيل تاعو في سوق الشغل. الاختصاص كانت في هذه العمليه الاولى التي انطلقت في 17 اكتوبر 2022 كانت حوالي 2041 اختصاص تكوين تاهيلي، وبالتالي عمليه مهمه جدا لتسمح لهذا الشباب المستفيد من منحه البطاله انه تكون عنده في الاخير تكون عنده شهاده تاهيليه تسمح له انه يندمج في عالم الشغل بسهوله. وبالتالي هذا هدف من مرافقة طالبي العمل خاص منهم المستفيدين من منحة البطالة. طيب وقبل استكمال باقي النقاط وللاقتراب أكثر ربما من واقع هذه الإجراءات ميدانيا، نستعرض العينة من ولاية فازا معك سيدة بختاوي، كيف هو التعامل الآن مع طالبي المنحة خاصة فيما يتعلق بالتكوين كما ذكر السيد العربي؟ بالنسبة لطالبي الشغل المستفيدين من منحة البطالة وعملية تكوينهم، عملية تكوينهم راح تكون مدة تاع التكوين تأهيلي أولي ما بين فترة 3 أشهر، وكاين اللي استفادوا 4 شهور و6 شهور. عملية التكوين هذه بالنسبة للتخصصات، التخصصات كانت مدروسة ما بين الفرع الولائي للتشغيل بمعية المدير الولائي للتشغيل ومديرية التكوين المهني، وذلك لموازنة سوق التشغيل الولائي، يعني على أساس أن ولاية سيفازا هي ولاية فلاحية وسياحية بامتياز، واللي كاين عندنا نوع من أنواع الندرة
في سوق التشغيل لهذه الفئة للناس اللي عندنا مثلا عروض العمل اللي نقدروش نوفيوها سواء في قطاع السياحة أو في قطاع الفلاحة وحتى في القطاع الصناعي، يعني مع الدفعة القوية لعملية الاستثمار اللي تعرفها الولاية، نسقنا مع بعضنا لأنه عندنا لجنة وزارية مشتركة في عملية تكوين هؤلاء المستفيدين من منحة البطالة. وللتذكير يعني كانت خلال 16 جانفي تخرج أول دفعة للمستفيدين من منحة البطالة واللي تتفادوا من تكوين تأهيلي لمدة 3 أشهر، واللي أيضا لقينا استحسان من طرف هذا الناس اللي تكونوا لسببين. السبب الأول أنهم يكون عندهم قابلية أكثر في سوق التشغيل، والسبب الثاني أنهم تكون عندهم نوع من أنواع الثقافة المقاولاتية. لما لا سأنشئ اليوم مؤسستين مصغرة سواء في قطاع مثلا، نعطيك يعني الناس اللي تخرجوا لمدة 3 أشهر، يعني شفنا اللي داروا مساعد الترصيص ولا مساعد الكهربائي، ولا اللي كاينين النساء تاني اللي داروا كما احنا نقولوا الزراعه البستنه المنزليه الى غير ذلك، يعني عندهم مساحات خضراء يقدروا يواسيوها يديروها لمشاريعهم الخاصه. ويعني لاحظنا صدور قانون المقاول الذاتي، المقاول الذاتي الشاب اصبح يعني تكوين مهما يكون الخاصه على المستوى الوطني. كيف سيتم ادماج هؤلاء الشباب المتوانين في عالم الشغل؟ هو الشيء المميز انهم يكونوا يلجؤوا الى عالم الشغل بدون تاهيل، عن طريق هذه العمليه يكون عندهم تاهيل وبالتالي يسمح لهم باللجوء الى عالم الشغل والاستجابه الى عروض العمل المقدمه من طرف المستخدم، فرص اكثر. في نفس السياق نذكرك سيدتي انني ان الوكاله الوطنيه للتشغيل قمنا بتوجيه من بين المستفيدين لمنحه البطاله حوالي 60,000 طالب عمل مستفيد منها، وتم تنصيب تقريب 6,000 مستفيد من منحه البطاله. وبهذا الشيء الايجابي اننا في حركه فيه الناس مستفيدين من منحه البطاله تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهوريه، وبالتالي كاين مرافقه لادماجهم في الحياه المهنيه عن طريق التكوين، ويسمح لهم انهم يندمجوا في الحياه المهنيه او ينخرطوا في مجال المقاولاتيه، وبالتالي يكون عندهم فرص لتوظيف شباب اخرين. هذا هو الأهم بالنسبة هذه فيما يخص التكوين التأهيلي. لكن بالنسبة للوكالة الوطنية للتشغيل دائرة ورشات تكوينية عن طريق المستشار التشغيل، ويكونهم في تقنيات البحث عن العمل، وهو شيء الجديد كذلك أننا نعلمهم في مثلا في تحرير السيرة الذاتية. نعم. في تحضير كذلك في شروط الاستفادة من هذه التكوينات، ما هو يكون برك مستفيد ديجا من منحة البطالة، وحنا نقوم بإعداد ورشات أسبوعية لفائدة هذا المستفيد. منها قلت لك تحرير السيرة الذاتية، كيفية التحضير إلى مقابلة مهنية، أمام أمور كما هذه تساعدهم في اللجوء. مثلا هو يكون عنده كامل تأهيلات لكن مخصوص مثلا في تقنيات التحضير الى مقابله مهنيه، دونك مستشارين الوكاله الوطنيه على اتم استعداد لمرافقتهم حتى تكون لهم عندهم قابليه للجوء الى مناصب عمل قاره خاصه منها في القطاع العام والقطاع الخاص كذلك. بعد انتهاء التكوين هل فيه نماذج حقيقيه لشباب تمكنوا من ايجاد فعلا وظيفه والخروج من دائره البطاله؟ اكيد فيه نماذج حقيقيه، وايضا من بين توصيات الوصايه وكذا المديريه العامه لتكثيف زياره الميدانيه والتنقيبيه عن عروض العمل في على مستوى الولايه، خاصه وانني اشدد ويعني انوه دائما الى الدفعه القويه للاستثمارات على المستوى الولائي، خاصه المشاريع الجديده وتلك المشاريع التي عرفت نوعا من انواع التجمد يعني بسبب جائحه كورونا، وايضا توصيات رئيس الجمهوريه في هذا المجال. يعني عروض العمل عرفنا يعني نوعا من انواع الديناميكيه والتنوع ايضا في هذا العروض المسجله على المستوى الولائي، مما يخلق فرصه كبيره لعمليه تنصيب هؤلاء المستفيدين من منحة البطالة سواء المكونين أو أيضا الخريجي الجامعات والمعاهد التكوين المهني ومراكز التكوين المهني على مستوى الولائي. كيف هي أيضا علاقة الشريط الاجتماعي أو الشريط الاقتصادي عفوا بكل هذه الإجراءات؟ عنده دور مهم
أكيد. في انجاحها. اكيد احنا علاقتنا كوكاله كمرفق عمومي للشغل علاقتنا خاصه مع الشريك الاقتصادي الاقتصادي نعم. بحيث اننا يعني بدون وجود الشريك الاقتصادي يعني لا مجال لوجود المرفق عمومي وبالتالي لا مجال لوجود طالبي العمل، وبالتالي علاقتنا اننا نعمل لتوجيه ناس يوظفهم ليجيبوا القيمة الإضافية للجانب في الجانب الاقتصادي، وبالتالي يكون عندهم مثلا يكون عندهم تأهيل تكوين يوظفهم باش تجيبوا القيمة الإضافية للمستخدم، وبالتالي هذه الأمور اللي نعملوا معاه مع الشريك الاقتصادي. في مجال التكوين سيدتي نحب نضيف أمر ثاني، أننا كمرفق عمومي للتشغيل كوكالة وطنية للتشغيل نحن في تحضير للدورة التكوينية لفيفريي 2023 إن شاء الله بمعية زملائنا في قطاع التكوين المهني للتحضير لنفس العملية حتى نكونوا نرافقوا مستفيدين آخرين، وبالتالي يكون عندهم تكوين تأهيلي وكما قالت الزميلة في مجالات واختصاصات يطلبها سوق الشغل. ما نكونوش باش نكونوا باش غن عند انتهاء التكوين او فتره التكوين التاهيلي يكون عندهم مناصب عمل واجده، وبالتالي يسهل لنا عمليه تنصيبهم في عالم الشغل. هل هناك قطاعات محدده يتم توجيه الشباب اليها؟ كاين مكان مثلا القطاع السياحي وقطاع البناء وقطاع ايضا الصناعه، يعني على مستوى الولايه القطاع الصناعي يعرف نوعا من الديناميكيه هذا على مستوى ولايه تيبازا وهي على المستوى الوطني على حسب تخصصات واختصاصات كل ولايه كل ولايه يكون فيها تفاعل وتعاون ما بين القطاعين والتحضير لاختصاصات يطلبها الشريك الاقتصادي، وساهدنا فيها التوجيه وتكوين هذه الناس لتمكينهم من اللجوء الى عروض العمل اللي طالبها المؤسسات الاقتصاديه المتواجده في المنطقه وحسب الاختصاص الى غير ذلك. علاقه الشاب مع الوكاله لا تنتهي بمجرد الحصول على وظيفه شغل، كيف يتم مرافقته؟ ما هي الاليات المعتمده؟ هي مرافقه هي الحاجه الاولى اننا مرفق عمومي موجود على المستوى الوطني بحوالي 273 ملحقه محليه و58 فرع ولائي. العلاقه مستمره حيث انه احنا نسجلوا طالبي العمل مهما تكون السن تاعو. الهدف منا اننا نصبوا اكبر عدد ممكن من طالبي العمل المسجلين عندنا. يمكن انه شاب يعمل في منصب لفتره معينه ومعد لظروف ما يفقد المنصب تاعه يعاود يرجع الى المرفق العمومي وتكون مرافقه ثانيه حتى يتم عاد ادماجه في الحياه المهنيه. نضيف شيء اخر وهو عمل الوكاله الوطنيه للتشغيل كذلك بالنسبه لطالبي العمل اللي في السجن. عندنا شراكه معهم مع قطاع العداله ونقوم بتكوينهم ونعطوا لهم كل التسهيلات للتسجيل كطالب عمل وكذلك بالاستفاده من منحه البطاله التي اقرها السيد رئيس الجمهوريه. جيد، اذا منحه البطاله هي مفتوحه امام جميع الشباب. السيده بختاوي، اليوم ولايه سيبازا قطب تنموي مهم يعول على الطاقات الشبانيه وعلى خاصه المجالات الجديده التي تشجع على الابتكار لانشاء المؤسسات الناشئه. أكيد، لأنه اليوم يعني من خلال تجربتنا اليومية ومن خلال عملية مرافقتنا لطالبي شغل، يعني والله نفرحوا كي نشوفوا استقبالنا لناس كانوا طالبي شغل واليوم هم حاملين مشاريع ويجي الوكالة اللي كان طالب شغل لها ويولي كمستخدم ويحط عروض العمل تاعه على مستوى الملاحق المحلية تاعنا. عن الشباب اللي تمكنوا من انشاء مؤسسات. والله الارقام معلش تفضلي ليش الرقم يعني كان وانه يعني مساله فخر انه اليوم طالب الشغل اللي تابعوا مستشار التشغيل من عمليه التسجيل الى المرافقه والتوجيه وصولا الى عمليه التنصيب اليوم راهو صاحب مشروع ويودع لك على مستوى بعد عام بعد عامين بعد ثلاث سنين يجي ويودع لك عروض العمل ويجي باش يقوم بعمليه التنصيب على مستوى مؤسسته، يعني فخر لنا يعني بكل صراحة. نضيف إذا شيء آخر سيدتي، أن المقاولة هو عنصر مهم بالنسبة للحكومة.
حتى تحول عليه كذلك في القضاء في التنميه الاقتصاديه اولا، التنميه الاجتماعيه، وكذلك خاصه في القضاء على البطاله، مساهمه هذا الشباب في انشاء مؤسساتهم لانهم يساعدوا في التنميه الاقتصاديه، ما يبقاوش يستناو مثلا نجس العروض عمل من تعرف المؤسسات اكس ولا ايكراك يعني مع سيبلي. هذه الامور اللي تحفزهم وتكون عندهم نظره مستقبليه لمشاركتهم في التنميه الاقتصاديه على المستوى الوطني، وكل واحد في الاختصاص تاعه، وفيه شباب كبير وكثير اللي مشى في هذا المنهج ونجح في هذا المنهج، وحنا هذا ما نتمناوه مثلا مام في مرافقتنا الى طالبي العمل ككل. خلينا من المستفيد من منحه البطاله، كل طالبي العمل مسجل عندنا من خلال الورشات اننا نكونوه في في فيه ورشه خاصه بالمشروع المهني، وبالتالي نقوم بتحسيسه باهميه الانشاء المؤسسه الخاصه به اذا كان ما كانش مثلا ما يستناش منصب عمل لانه في الوسط يتحول هو يتحول الى مستقبل الشغل ايضا. وهذا هو يعني نمشوا في نفس سياق التوصيات والصوره المطلوبه للحكومه الجزائريه للقضاء للتنميه الاقتصاديه والقضاء على البطاله كذلك. جيد سيد العربي، ذكرنا باهم المراحل للتسجيل من اجل الحصول على منحه البطاله وايضا الاستفاده من التكوينات المتخصصه في مختلف المعارف. هي الحاجة الأولى أنه يقوم بالتسجيل في الوكالة عن سواء بريزونس فيزيك لازم يجي الوكالة، ولا يسجل قمنا بالتسهيلات أنه يسجل بالتليفون تاعو كطالب عمل في وسيط أونلاين. هذه خدمات رقمية درناها لتسهيل المرافقة مع طالب العمل. يسجل أولا كطالب عمل ثم يدخل في المنصة الرقمية منحة البطالة. في المنصة الرقمية يدخل كل المعلومات تاعو، وتقوم إذا كانت عنده أهلية يقوم بإعطائه موعد. في الموعد يجي الوكالة المحلية للتشغيل بملف صغير ويتم قبول المنحة ونعطوله شهادة الاستفادة من منحة البطالة، ويبقى شهريا ما بين 26 27 28 في كل شهر نعطوا القيمه تاع 13000 ولا تتحول الى 15000 دينار كما قرره السيد رئيس الجمهوريه. ولكن هو انشرط انه يلبي استدعاءات الوكاله الوطنيه في توجيهه الى تكوين او الى فرصه عمل، يعني ما عندوش الحق انه يبقى جوست يعني مستفاد من منحه البطاله. هو طالب عمل اولا باش ما ننساوش، هو طالب عمل مستفيد من منحه البطاله اللي تساعده باش يحفظ كرامته ويقوم ب الفكره وصلت. شكرا. شكرا جزيلا لكم السيد فيصل العربي مستشار المدير العام للوكاله الوطنيه للتشغيل. اشكر ايضا السيده فتيحه بختاوي رئيسه الفرع الولائي للتشغيل لولايه تيفازا. شكرا سيدتي.